الله يا الله. اكسجين خلاص، اكسجين خلاص. شقة راجل شايل مية طالع بيها فوق في كافتيريا فوق، بيشيل المايه دي كل يوم. انا سألت قلت له انتوا بتشيلوا المايه؟ بشيلها كل يوم اطلع بيها فوق عشان الناس فوق اللي بيزوروا جبل النور، يعني بيبيعها بسعر عادي، يعني ب2 ريال مثلا ازازة المايه. انا استغربت بصراحة لما قال لي 2 ريال، بحسبه يقول لي مثلا ازازة المايه ب5 ريال، بس زي الفل يعني. اللي اصلا بريال بره وبيبيعها ب2 ريال يشكر يعني. ممكن المظلة دي نهاية؟ خلاص قربنا نوصل، بس حوالي 300 متر بس. هلا ما في رجل يمشي. يا الله يا الله. يا الله. طبعا انا ضد ان تطلع بعيل طفل صغير فوق، يعني حرام. الطفل ملوش ذنب يعني، طلعها فوق حرام. تاخده عمره تحج وحج، طبعا الموضوع صعب يعني على الاطفال. طب ليه ذنب الاطفال ايه يعني؟ حرام. في اطفال لا قدر الله يعني في الصعاب والحاجات دي، ما واحد ما بيقدرش يلحقهم من الجو طبعا، مع الاكسجين، مع الموضوع. اذا كنا احنا كبار اصلا بيجي علينا خلاص يعني. انا هنزل تحت اصلا، هدخل على البقاله اجيب ازازه ميه وشكرا كده خلاص. شوف لي مسجد اتوضى واصلي العصر، اروح السكن انام عشان بكره دوام. شكرا. بكره مفيش دوام. بيقول لي ما في دوام بكره. بيقول لي ما في دوام بكره، اجازه. رئيسك قال اعطيك اجازه. خليه يطلع. السلام عليكم، حياك الله حبيبي، بارك الله فيك، ربنا يعينك يا رب. بعمار رياض. يا الله يا الله. قابلت ناس. بقول لهم الواحد يروح ينام، قال لي هيروح ينام على المطار على طول. ناس دمهم خفيف فوق، بس يا خساره ما لحقتش اصور التسجيل. التسجيل وقف ساعتها، كنت موقف.
يا الله مش مصدق اللي انا طلعت ونزلت. سبحان الله العزيمة برضو، العزيمة والصبر، العزيمة والصبر، العزيمة والصبر أهم حاجة للحياة، العزيمة والصبر. الصبر مهم جدا. انا ما اعرفش مين دول بس لابسين نفوس دوي معلمين نفسهم، كانوا جايين تقريبا من حج وعمر. عمر تبع شركه. اخيرا وصلت تحت، مش مصدق. الحمد لله على المسجد. الناس بتشرب ميه من هنا من تحت. انا بص المنظر. السلام عليكم.